الاسبوع اللي قبليه كنا اتكلمنا في التايتل اللي هو ريفليكشن اند ترانسميشن اوف بلين ويف. تمام، النهارده ان شاء الله المحاضره ديت اخر محاضره في الجزء دوت، وقلنا اتفقنا ان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى في كويز على الجزء دوت اللي هو الثلاث محاضرات دول تحديدا يعني. وكان في شيء انا كنت طلبته ممكن الاسبوع اللي قبل اللي فات نصه، والاسبوع اللي فات طلبته نصه، فهاخده ان شاء الله الاسبوع الجاي. تمام كده، يبقى الاسبوع الجاي هاخد الشيت اللي طلبته منكم وزن ده عليه 5 درجات في اعمال السنه، وان شاء الله في كويز هيبقى حاجه كده صغيره يعني. احنا في الاول خالص ذكرنا ان في الجزء دوت انا بدرس، لو انا كان عندي الويف كانت ساقطه او بتنتشر في 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 ميديا معينه او في ميديا معين، وحصل ان هي سقطت على انترفيس او يعني ان هي هتبدا تنتقل من وسط لوسط تاني، فلما هتيجي على الانترفيس او اللي هو الحد الفاصل بين وسطين ايه اللي هيحصل لها؟ فذكرنا ان انا عندي اسهم بيحصل ظاهرتين، ان في جزء عندي بيحصل له ريفليكشن يعني بينعكس بيرجع تاني للجزء للوسط الاولاني، وفي جزء بيكمل بيحصل ترانسميشن فين؟ في الوسط التاني. ومن هنا جاء اصلا التايتل اللي هي ريفليكشن اند ترانسميشن اوف ايه؟ بلين ويف. وذكرنا ان انا عندي نوعين من انواع السقوط. طب انا لما هتخيل ان الشعاع الساقط ده سقط على الانترفيس، هل سقط بزاويه ولا سقط عمودي عليه؟ فقلت بناء على كده انا عندي نوعين من الاسقاط او من الانسنس، حاجه اسمها الاوبليك ده اللي احنا بدانا بيه، وقلت ان انا عندي قسمته لحاجه اسمها البارلل polarization و perpendicular polarization. النوع الثاني من انواع الانسنس اللي هو النورمال انسنس. في النورمال انسنس المفروض ان انا بيكون عندي الشعاع الساقط ده اللي انا اصلا بمثله بالسهم اللي هو الكي اي، بيكون عمودي على ايه؟ على الانترفيس اللي عندي. طب لما هو يكون عمودي على الانترفيس اللي هيحصل؟ يبقى في جزء هيرجع برضه هو عمودي بس طبعا في الاتجاه المعاكس اللي هو ده جزء reflected، وفي جزء هيكمل ترانسميتد في الوسط التاني اللي هو الكي ترانسميتد. تمام، يبقى انا هنا ما عنديش زوايا، مش هتكلم بقى على استا اي واستا او واستا اي تي، ما عنديش هنا انجلز خالص، اللي هي انا عندي هي زاويه واحده بس اللي هي طبعا بتساوي ايه؟ اللي هو 90 درجه. ففي حاله النورمال انسنس دوت احنا جينا برضه حبينا ان احنا نكتب المعادلات الخاصه بيها، فلان انا عندي طبعا يبقى اللي هو الكي انسنس جاي بالزد، انا عارفه ان الانترفيس بتاعي احنا قلنا ده ليه؟ طلع كده من الصبوبه يبقى اكس ايه؟ اكس واي. تمام؟ فالعمود عليه الزد، يبقى انا عندي في انسنس اللي هي الزد هتبقى في اتجاه الزد اللي هو المعاكس ده هيرجع، والكي ترانسميتد في اتجاه برضه مين؟ الزد. وبناء عليه ممكن انا برضه اتخيل الشكل العام للاتش سوري الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد في حاله الانسنس وريفليكتد وترانسميتد. في حاله الانسنس انا هنا عندي طبعا الالكتريك فيلد قلنا في اتجاه الزد السوي البروباجيشن في اتجاه الزد، فممكن افرض ان عندي اتجاه الالكتريك فيلد في اتجاه الاكس، وطبعا ده الشكل العام اللي هو شكل الالكتريك فيلد في البلين ويف، دي طبعا الدايركشن والامبليتيود بتاعه والاكسبوننشال اللي مرفوع للفيز، هيبقى بالشكل دوت اللي هو في اتجاه الاكس الامبليتيود بتاعه اللي هو الاي اي اي تو اي تو ماينس جي كي 1 زد اللي هو بتاع الوسط الاولاني، وطبعا قلنا البروباجيشن في اتجاه الزد. ممكن بعد ما جبت علاقه الالكتريك فيلد اطلع علاقه مين؟ الماجنتيك فيلد من القانون اللي بينهم اللي واحد على الامبيدنس في الكي كورس كي يونت فيكتور كورس الاي، هيطلع انا عندي الاتش الاتش الماجنتيك فيلد في اتجاه الواي، طبعا انا هبقى اكس سوري زد كورس الاكس هيبقى في اتجاه الواي اي اي على زد 1 اي تو ماينس جي كي 1. طيب بنفس الاسلوب بالظبط انا عندي هنا اهوت
بتاعك وانت مفترض ان انا عندي اتجاه الكتريك اتجاه الكتريك تقدر تغير هنا وهنا وهنا اتجاه الوار يبقى انا عندي لو في اتجاه سوري في اتجاه الاكس قصدي لو ضغطت في اتجاه الاكس بس بسبب ان انا عندي هنا البروبيجيشن في اتجاه ناقص الزد هيبقى عندي الاتش مالها الاتش في اتجاه ناقص الوار انا عندي هنا حل عكس اتجاه مين؟ لان الكي عكس اتجاه وبرضه ترانسليت نفس القصه بالظبط هطلع ايه قيمته طبعا طبعا الفرق ما بين الريفلكتد والانسنس ان انا عندي الاتش نوت عكس اتجاهه لان طبعا كان البروباجيشن اللي هو اتجاه الكي نفسه معكوس في الترانسليتد الفرق بينهم ان انا عندي هنا كنت بستخدم الزد واحد فات الميديوم الاولاني هنا استخدم مين؟ زد اتنين وهنستخدم كمان مين؟ الكي اتنين كل الحاجه او اي حاجه خاصه بالوسط طبعا هتغير طبعا في فرق وسط ايه في وسط ايه يبقى دي الكيس بتاعت ايه بتاعت لو انا كان عندي نورمال انستنس طبعا لو انا جيت عشان اجيب المجاهيل دي اطلعها واطلع في الاخر ايه العلاقه بين الاي ريفلكتد والاي انستنت والاي ترانسميتد والاي انستنت انا لازم اجيب حاجه اسمها الجاما او التي اللي هي ريفلكشن كوفيشنت هلاقي ان انا عندي لو طبقت البوند كونديشن يعني المعادلات اللي فاتت ديت لو انا خدتها وطبقت البوند كونديشن تمام وسويت الاي تانجنت من الاي تانجنت هنا والاتش تانجنت الاتش تانجنت هنا هيطلع في الاخر العلاقات اللي قدامكم دي اللي هي الخاصه بالجاما والتي الجاما بتساوي ايه بتساوي الامبيدنس في الوسط ده ناقص الامبيدنس في الوسط ده على مجموع الاثنين امبيدنس والتي 2 في الامبيدنس بتاع الوسط الثاني على الامبيدنس اللي هنا زي الامبيدنس اللي ايه اللي الناحيه الثانيه وطبعا العلاقه بينهم ممكن اطلع انا كنت جبت الجاما على طول التي بتساوي واحد زائد ايه زائد الجاما والآلة شغاله في نون ماجنتيك ماتيريال يبقى انا مش مضطره ان انا اتعامل بالامبيدنس ممكن اتعامل على طول بمين بالريفراكتيف اندكس اللي هو الان احنا بنبص برمز ان تفتكروا ان كان بيساوي ايه اللي هو جذر ابسلون ار تمام كده وممكن احول الجاما والتي لعلاقات في الان في الريفراكتيف اندكس للتسهيل في الايه في الحسابات نلاحظ حاجه لو رجعت للعلاقات اللي انتوا كنتوا خدتوها قبل كده طبعا مش موجوده دلوقتي معايا اللي بتاعه الجاما بابلين والجاما بيبنديكولار العلاقات الكبيره دي في حاله الاوبليك انستنس لو انا كنت عوضت ايه الفرق بين النورمال وال 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 والسوي والاوبليك ان انا عندي نفس طيب بتساوي كام من الشكل دوت طيب هنا بتساوي كام بتساوي 0 انا خدت العلاقات اللي فاتت وعوضت بالسوي بتساوي 0 هيطلع لي هي نفس العلاقات دي بالظبط وهتلاقي انا عندي الجاما بابلين ساوت قيمه الجاما بيبنديكولار فكده ما قلت لكم ان انا في كان حصل حاجه كده ما بين اثبات البابلين بيبنديكولار قلت لكم ان انا هنا هعكس اشاره والاشاره دي هتعرفوا بعد كده ليه انا عكستها عشان في الاخر قيمه الجاما بابلين والجاما بيبنديكولار لما اوصل لحاله النورمال انستنس يكونوا في الاخر كلهم بيساوي نفس العلاقه بالظبط اللي هي زد 2 ناقص 1 على زد 2 زائد زد وتي برضه نفس القصه برضه انا هعوض سيتا بتساوي 0 هيطلع برضه ايه نفس الكلام الاثنين متطابقين مع بعض وبتساوي نفس القيمه اللي هي 2 زد 2 على زد 2 ناقص ايه زائد ايه زد 1 يبقى دي الكيس بتاعت النورمال انستنس في عند دلوقتي بعد كده بعد ما خلصنا النورمال انستنس هنتكلم على ظاهره ثانيه هي مجموعه محاضره النهارده فيها يعني مجموعه مواضيع هنتكلم عنها مش موضوع واحد يعني ثاني حاجه هنتكلم عنها هي حاجه اسمها التوتال ريفلكشن قلت لكم هو اللي فات واحنا بنحل كده مساله في الاخر انا هعمل لكم اثنين تشيك كده فاحنا بنحل مساله لازم تعملوها كانت اول واحده ليا انا بحسب حاجه اسمها بروست انجل لو تفتكروا عشان اشوف هل الجاما ممكن ينفع تكون بتساوي زيرو ولا لا وكان في تشيك تاني قلت لكم حاجه اسمها توتال ريفلكشن ايه بقى قصه التوتال ريفلكشن هو انا ينفع زي ما احنا كده شفنا قبل كده الكيس هل الجاما ينفع تكون بتساوي زيرو ولا لا يعني بمعنى ايه هل ينفع ان في انستنس معين او في سقوط معين للاشعه يخلي ان انا عندي كله يعدي ومفيش حاجه ترجع ده احنا كنا شفناه قبل كده لما كنت بعمل التشيك بتاع هل الجاما بتساوي زيرو ولا لا في بقى حاجه تانية ممكن تحصل ايه هي ان ممكن كل اللي انا بعتاه كله يرجع لي مفيش حاجه تكمل خالص واحيانا ده بيكون تطبيق مطلوب في حاجات كتيره يعني ان انا عايز افعل الويف كلها تفضل موجوده عندي مفيش حاجه تكمل في الوسط التاني خالص طيب الكلام ده احنا بنسميه توتال ريفلكشن اللي هي فكره ان انا عندي الكل يرجع كل الويف اللي انا بعتها ترجع لي مفيش حاجه تكمل في الوسط التاني ده بسميه التوتال ريفلكشن امتى بيحصل توتال ريفلكشن توتال ريفلكشن علشان يحصل لازم اولا حاجه شرطين يحصلوا عندي مبدئيا كده احنا الاوساط لازم بنميزها عن بعضها بايه
قلت ان انا عندي كل وسط ليه مجموعه بارامتر اللي هي الابسلون والميو والسيجما تمام. طبعا احنا اغلب الاوساط اللي احنا بنشتغل بيها نهوت كانت لوسلس وكانت كمان نون ماجنتيك. فاحنا هنتكلم تحديدا عن الابسلون او. الابسلون او ده انا احيانا اقول على الوسط، الوسط ده كثيف والوسط ده خفيف، يعني في وسط مور دنس لان ايه وسط تاني. طب كلمه مور دنس ديت او اللي هو كثافته اعلى دي بناء على ايه؟ ان ليه ابسلون او اعلى من التاني. يبقى كل ما زادت عندي قيمه الابسلون او بقول على الوسط ده ان هو ايه ليه كثافه اعلى. زي هديكوا تشبيه كده زي مثلا الميه والهواء او مثلا الزجاج والهواء او اي حاجه لقى من طيب مع الهواء. طبعا الهواء طبعا ده اخف كثافه، ابسلون او ده بتساوي واحد. بتكلم على كثافه الوسط هنا يا جماعه مش الكثافه، بتكلم على الكثافه من ناحيه ان الجزيئات، الجزيئات اللي موجوده فيه. فالابسلون او كل ما كانت عندي كبيره كل ما بقول ان انا عندي الوسط ده ايه وسط كثافته اعلى، دي اعلى اندكس اوف ريفراكشن، قيمه الاقل بتاعته اكبر من الايه من الوسط الثاني. الشاشتين اللي قدامكم دولت لما ناخد بالنا ايه الفرق بينهم؟ انا عندي هنا شعاع ساقط كده وفي جزء ايه كمل بالشكل ده، هنا الشعاع ده كمل بالشكل ده، ده انكسر لتحت ده انكسر ايه لفوق. ايه الفرق بينهم؟ الست هنا اصغر من ايه؟ من الست هنا، صح كده؟ يعني مثلا تنصير الانجل لو بصينا تنصير الانجل ولا تنصير الانجل مين فيهم اكبر؟ التاني ده. طب ايه اللي خلى هذه الست تكبر عن ده؟ بص بقى كده الشاطئين اللي تحت. طيب برضه الشاطئ ده جاي منين؟ نرجع لاصل الموضوع، ايه اصل الموضوع؟ سنيلو. سنيلو بتقول لي ايه؟ اللي هي اصلا في الاخر عامله كده كنترول على العلاقه ما بين الانسان والترانسميتد. بتقول ان واحد ساين سيتا اي بتساوي ان اثنين ساين سيتا تي، والمفروض ان العلاقه دي تفضل محققه على طول. طيب لو انا خليت ان واحد عندي اكبر من ان اثنين، يعني ايه واحد اكبر من ان اثنين؟ يعني لو انا كان عندي منتقل من وسط كثيف لوسط خفيف، فان واحد اكبر من ان اثنين، علشان دي اكبر من دي يبقى علشان احافظ على نفس العلاقه لازم دي تكون اصغر من دي، صح كده ولا لا؟ ولو كان عندي دي هي الصغيره ودي هي الكبيره، يعني دي اكبر من دي يبقى لازم اخلي دي اصغر من دي علشان احافظ على نفس الايه؟ الايكواليتي. وده اللي موجود عندكم على الرسمه. لما ستي انا كان عندي اكبر من ستي ار يبقى ان واحد بقت اقل من ان اثنين. ده حصل امتى؟ لما حصل الكونديشن ده. يبقى لما انتقلت لوسط خفيف لوسط اقصر كثافه كان عندي ستي صغيره منتصر بالشكل ده. لو انتقلت لوسط اقصر كثافه وسط اقل كثافه فايه اللي هيحصل؟ لا الشعاع عندي هيميل ايه؟ ناحيه الانترفيس شويه. طيب خلاص كده؟ يبقى انا كده عندي اول كونديشن بتكلم على ايه؟ فكره الانتقال من وسط اعلى كثافه لاقل كثافه ولا من اقل كثافه لاعلى كثافه؟ لو انا اخدت الكيس اللي عندي اللي فوق دي تمام؟ وفي الست اي هنا عندي او العلاقه دي ان واحد ان اثنين خلت لي ان الست تي مش بس اكده لا ده قيمتها تزيد قوي لدرجه ان هي اف على الانترفيس بالظبط. يبقى انا كده قيمتها كام عندي؟ 90 درجه، صح كده؟ طيب لو القيمه بتاعت دي زادت سنه صغيره ايه اللي هيحصل؟ الشعاع دوت هيرجع كله فين؟ في الوسط الاولاني، يبقى كده مفيش حاجه ترانسميتد خالص. يبقى الزاويه اللي الشعاع الصف ده بيسقط بيها بحيث ان عندي ست تي تكون قيمتها عدد ال 90 دي شويه، ده هيضمن ان يحصل حاجه اسمها التوتال ريفليكشن. يبقى انا كده ضمنت ان الشعاع كله راح فين؟ خلاص مفيش حاجه داخل الوسط الثاني وكله هيرجع تاني على الوسط الاولاني. طيب احنا عايزين بقى نصيغ الكونديشن ده كده في علاقه رياضيه. انا قلت لكم ايه هي الزاويه اللي هيسقط بيها الشعاع؟ خلاص الشعاع ده لازم يتحقق طبعا. ده منتقل وسط اعلى كثافه لوسط اقل كثافه. ده لازم يكون موجود، لو مش موجود خلاص معلش اسمها توتال ريفليكشن، الموضوع اصلا بايظ من الاول. يبقى اول شرط عندي ان يكون عندي ان واحد اكبر من ان اثنين، خلاص ضمنناه خلاص الشوط دوت، يجي لك شوط تاني. ان ستة اي عندي تكون بزاويه معينه بحيث تضمن ان ستة تي تزيد عن ايه؟ عن 90 درجه. طب ايه لو ستة تي بتساوي 90 درجه؟ في العلاقه بتاعت سنيل لو ستة تي بتساوي 90 درجه ساين 90 بكام؟ بواحد. بقت عندي ان واحد ساين ستة اي بتساوي ايه؟ ان تي. بقت ساين ستة اي بتساوي او ساين ستة اي بتساوي ساين ماينس 1 ان 2 على ان 1. يبقى 6 اي علشان ابقى قدام البروجيكتور فين هو؟ لو انا خليت عندي 6 تي بتساوي على 2 يبقى انا عندي دي هتبقى هنا ان 2 بس في الطرف الثاني،
يبقى في الحالات دي بقى هسميها بقى من ستة اي، هسميها ستة كريتيكال. اقول لكم دي ستة كريتيكال بقى دلوقتي. ستة كريتيكال دي اللي هي ستة اي، يعني المفروض ان هي بتساوي ساين ماينس 1 ام 2 على ام 1. يبقى لو انا كان عندي الزاويه اللي ساقط بيها الشعاع اقرب شويه من الحدود، ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا كده ضمنت ان ايه؟ ان كله هيرجع في الوسط الاولاني. يبقى ممكن بقى الخص ده كله ان انا عندي علشان نحسب توتال ريفليكشن اول حاجه تكون ان 1 اكبر من ان 2 تمام؟ وتانية حاجة ان تكون قيمة الزاوية اللي هيسقط بيها الشعاع الساقط تكون اكبر من او يساوي ايه؟ الكريتيكال انجل. انا طبعا علشان احل معاكم المسألة المرة اللي فاتت فكتبت لكم الحل وعملت لكم التشيك بتاع ان انا احسب قيمة الكريتيكال انجل اللي هو ساين ماينس 1 ان 2 ان 1، وده طبعا ان قيمته كانت اقل من قيمة الستة اي، فقلت لكم انا كده ما عنديش ايه؟ توتال ريفليكشن. وكان اللي خلاني عملت ده ايه؟ لو تفتكروا المسألة، المسألة كان عندي الوسط الاولاني كان زجاج والوسط الثاني كان هواء، لكن لو الحركه كانت معكوسه الاولاني كان هواء والثاني كان زجاج مش محتاج اعمل تشيك ده خالص، لان اصلا الشرط الاولاني اصلا مش متحقق ان ال ان 1 تكون اكبر من ال ان 2. يبقى انا ابدا اشك ان ممكن يكون عندي توتال ريفليكشن لو ال ان 1 كان اكبر من ال ان 2، ابدا بقى افكر هل في توتال ريفليكشن ولا لا. طيب انا ذكرت لكم في الاول طبعا دي تطبيقات مطلوبه في ابلكيشن كتيره جدا او سوري اللي هو الظاهره ديت يعني نفسها مطلوبه في تطبيقات كتيره زي ايه؟ اول حاجه الفايبر اوبتكس. الفايبر اوبتكس طبعا زي ما احنا كلنا عارفين هو عباره عن ليف زجاجي، سواء بقى من الزجاج او بوليموات او يعني ماتيريال من البلاستيك بتكون نقيه جدا جدا جدا. المفروض ان انا بحط فيها شعاع من الضوء ايا كان بقى السورس بتاعي ليد او ليزر او ايا كان، بحيث ان انا اضمن ان شعاع الضوء ده لما يدخل داخل الكور ده بسميه الكور، في طبقه حواليها اسمها الكلاد، لما يدخل جوه الكور ما يطلعش منه خالص. يفضل طبعا انا بتكلم طبعا على كابل طوله طبعا بالاف الكيلومترات، يفضل الضوء ماشي فيه ما يطلعش منه خالص. ازاي حافظت على ان الضوء دوت اللي هو الشعاع اللي دخل ده ما يخرجش خالص؟ بص وقت بس انا في الاول خالص طبعا انا في البدايه خالص طبعا في بدايه الكابل نفسه ببدا اظبط الزاويه لغايه ما ادخله ايه؟ جوه الكون نفسه. طبعا بيبقى في الجزء اللي في الاول دوت فيه ممكن عندي جزء يرجع ما يهمناش. الجزء اللي في الاول ده خالص ده على التنصيطه ده ما يهمناش، اهم حاجه وقت ما دخل هنا جوه ايه اللي هيحصل بقى؟ هل قيمة ان هنا بتاعت الكوب اكبر من قيمة ان بتاعت ايه؟ الكلاد، ده اسمه كوب وكلاد. الكوب اللي هو خالص ده لما تكون عند ان بتاعته اكبر من ان دوت ايه اللي هيحصل؟ هيجي هنا عند الانترفيس هنا كوب وهنا كلاد، ان بتاع ده اكبر من ان بتاع ده، وهو طبعا سقطه او مدخله بزاويه معينه بحيث يضمن ان لما يجي هنا كله هيرجع تاني فين؟ جوه الكوب. هيجي على الانترفيس هنا كله هيرجع تاني جوه الكوب، وهيفضل مالتيبل انترنال ريفليكشن تضمن في الاخر عندي ان انا ايه؟ يفضل شعاع الضوء جوه الكوم ما بيطلعش منه خالص. برضه كان مثلا يعني حكولنا قبل كده برضه على فكره اللي هو التجسس، لو انا مثلا كنت مثلا في غرفه اجتماعات مثلا عشان ما يحصلش تجسس، فبرضه ان هم برضه بيعملوا طلقات معينه او بيحطوا ماتريال معينه بحيث تضمن ان مفيش اي ويف تطلع بره الغرفه ديت يمكن من خلالها ان هو يتجسسوا على اللي بيحصل جوه ايه؟ جوه القاعه دي. فهي ليها تطبيقات كتيره جدا التوتال ريفليكشن، بس اهم حاجه طبعا تعرفوا ايه المبدا اصلا القايم عليها عشان يبقى عندي توتال ريفليكشن. برضه هنتكلم عن ايه؟ برضه من ضمن الحاجات اللي محتاجين ان احنا نعرفها، لو انا كان عندي وسيله زي التايم كوندكتور او بيرفكت كوندكتور ايه اللي هيحصل؟ فاكرين لما خدنا في اول شابتر قلنا ايه؟ ان انا عندي اوساط مختلفه، كنا اتكلمنا على اللوسلس واللوسي والكوندكتور والسيمي كوندكتور والقصص دي كلها. لما جينا اتكلمنا عن الكوندكتور قلنا مش هندرسه، ليه مش هندرسه؟ لان النيروب اصلا ما بتمشيش اصلا في الكوندكتور خالص، صح كده؟ مفيش عندي اي اتنيويشن بيحصل في الكوندكتور ميديا او في الكوندكشن ميديا. ده بسبب ايه؟ لما جينا نستخدم طبقه الكوندكتور ميديا لان انا عندي اصلا اي جوبريشن خالص المكان ده. لو انا كان عندي الويب بتاعك سقط على الوسط الثاني كان عندي ليه كوندكتيفيتي عاليه جدا، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لو احنا خدنا مثلا الكيس بتاعت البيبنديكولار بولايزيشن وهنطبق هنا يبقى عندي الاي انستنت افريكت هتساوي ايه؟ زيرو، ما فيش حاجه عندي هتنتقل للوسط الثاني. من هنا هطلع قيمه الجامعه بتساوي ايه؟ بتساوي ناقص الواحد. لو انا كان عندي في حاله البارلل برضه هتطلع الجامعه بتساوي ايه؟ بتساوي ناقص واحد. لو تفتكروا قبل كده انا كنت قلت لكم ان انا عندي قيمه الجاما بتصبح قيمتها من كام لكام؟ من زيرو لواحد، صح كده؟ طبعا كقيمه كايه؟ كمودلز.
عشان كده لما بيجي اتكلم على المودلس نفسه بقول ان كنت بتروح من زيرو لواحد. واحد سميت لكم الحاله بتاعت الزيرو ديت ايه؟ حاله الزيرو دي يعني نو. ما هو الجوه دي يا جماعه بتعبر عن ريفليكشن كوفيشن. فلما كنا ريفليكشن كوفيشن بيساوي زيرو معنى كده انا عندي ايه؟ عندي حاجه اسمها الماتشنج. يعني ايه ماتشنج؟ يعني نو ريفليكشن. مش اي حاجه بتوجع خالص. لكن على العكس الواحد بيتمسك هنا ايه؟ كله واجع صح كده؟ كله هيرجع. يبقى دي حاجه ايه؟ توتال ريفليكشن. فطبعا لما يكون عندي طبعا هنا مقص تاني يكون كونداكت في الرئه هيحصل كل الويف اللي رايحه هترجع ايه؟ هترجع تاني. محتاجه بس تعرفوا بس ان في حاله لما يكون عند الوسط التاني كونداكتور فطبعا بيكون عند قيمه الجاما بتساوي ايه؟ بتساوي ناقص واحد او المودلس بتاعها بيساوي واحد. لان طبعا ما فيش طبعا اي ترانسميشن بيحصل فيه خالص. في بقى ظاهره مهمه جدا دلوقتي احنا اتكلمنا على النورمال انستانس واتكلمنا على فكره ممكن يحصل توتال ريفليكشن او ممكن يحصل بارشل ريفليكشن. يعني ايه؟ يعني جزء بس يرجع مش الكل يرجع. ففي ظاهره اسمها الستاندنج ويف. ايه بقى ظاهره الستاندنج ويف دي او الموجات الواقفه؟ الموجات الواقفه دي عشان اشبهها لكم الاول هقول لكم سببها وهشبهها لكم بايه. دلوقتي انا قلت ان انا عندي مفروض الويف دي كلها رجعت او حتى جزء منها رجع مش لازم تكون كلها. ايه اللي هيحصل مع الجزء اللي هي رايح؟ هيتداخل ايه؟ هيتداخلوا مع بعض. نتيجه التداخل ده بتنشا عندي حاجه اسمها موجات واقفه او ستاندنج ويف. هشبهها لكم. مثلا لو اتكلمنا مثلا على المارش العسكري. المارش العسكري بيعملوا ايه العساكر؟ بيرفعوا رجله وينزلوا رجل وبيمشوا صح كده؟ طب مش انا ممكن اعمل نفس المارش دوت بس من غير مشي وانا واقفه في مكاني؟ دي فكره ان انا اطلع رجلي وانزل رجلي وانا واقفه في مكاني. فهي فكره ان اطلع رجلي وانزل رجلي دي اللي هي الذبذبات او الاوسيليشن اللي بيحصل. مين اللي مسببه؟ الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. انا عندي الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد بسبب تغيرهم مع الزمن. فطبعا اللي هو الشكل الساينوسويدال بتاعي سواء بقى كان في اتجاه الاكس في اتجاه واي كان اتجاهه بس في ايه؟ في اوسيليشن. ده الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. بسبب ان انا عندي في تغير مسافه مع الزمن فانا عندي الويف ديت التذبذب ده مش واقف في مكانه ده بينتشر. فالويف بتنتقل من مكان لمكان تاني وبتنتشر في الاوساط المختلفه. تمام كده؟ ده اللي هي حركه المارش العادي اللي هو العساكر رافع رجله ونازل رجله وماشي. لكن تخيلوا ان انا عندي لا الموجه دي حصل لها مشكله بحيث ان هي ما قدرتش ان هي تنتشر وقفت في مكانها بقت واقفه. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هو التذبذب موجود لان هي لا زالت تتكون من الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد يعني في اوسيليشن لكن واقفه فين؟ في مكانها. هنشوف الكلام ده حتى دلوقتي. بس يبقى احنا كده السبب الاصلي ليها ان انا هيبقى في عندي حاجه راجعه على الموجه بسبب ان انا في عندي اي عائق كان موجود قدام الموجه فنتج عنه بجزء ريفلكتد. الجزء ريفلكتد سواء بقى ان كله ريفلكتد او جزء منه ريفلكتد هيتداخل مع الانسنت وهيسبب لي ايه؟ ستاندنج ويف. طب الستاندنج ويف دي مبدئيا كده شكلها عامل ازاي؟ دلوقتي انا قلت ان في عندي ذبذبات طالعه ونازله تمام؟ فلو جيت اجيب قيمه الالكتريك فيلد في الوسط الاولاني اللي هو طبعا هيكون مجموع الانسيدنت زائد اللي ريفلكتد اللي جاي عليه. انا عارفه ان العلاقه بتاعت الالكتريك فيلد ريفلكتد اللي هي بتساوي الجاما في الاي انسيدنت تمام؟ طبعا انا ممكن اخد بس اضغط العلاقه شويه يعني ممكن اخد مثلا ده مثلا بابا كده اعمل مشترك عشان موجود في الاثنين فهيبقى لي ان هو واحد زائد مودلس جاما في اي اس جي 2 تي 1 زد زائد جاما اي 5. انا عايز اشوف الالكتريك فيلد بتغير قيمته ازاي طالما في تذبذب. معنى كده ان القيمه بتاعته مش ثابته ممكن تاخد قيمه ماكسيمم او قيمه ايه او قيمه مينيمم. فممكن نشوف الماكسيمم بتاعه والمينيمم بتاعه ازاي عامل ازاي. فطبعا ده طلب مننا ان اجيب ايه الامبليتيود بتاعه. عشان اجيب الامبليتيود نعمل ايه؟ دي العلاقه يا جماعه اهي تاني بتاعت الالكتريك فيلد. انا عايز اطلع الامبليتيود بتاعه من الكلام ده كله. فطبعا في جزء موجود هنا وفي جزء موجود هنا. فممكن انا اخد الالكتريك فيلد نفسه واضربه في الكونجكت بتاعه. لو خدت قيمة الالكتريك فيلد وضربتها في الكونجكت بتاعها ايه اللي هيحصل؟ يبقى هتساوي مودلس اي سكوير صح كده؟ يبقى الاي سكوير هتساوي كمودلس اي واحد في الاي كونجكت. وقلنا قبل كده ايه الفرق بين الكونجكت ومش الكونجكت؟ بغير اشارة الايه؟ اي حاجة فيها جي يعني فيز بنقلب اشارته.
فلو ضربت القيمه دي في الكونجكت بتاعها هيطلع في الاخر اي اي تربيع في 1 زائد مدرس جاما العلاقه اللي قدامكم دي. طبعا هنلاحظ ان انا عندي لو خدت من الترم ده والترم ده لو خدت منهم مدرس جاما مشترك هيبقى لي هنا ايه؟ اي اس جيم اي اس ناقص جيم في زاويه واي اس جيم نفس الزاويه، يعني فهنا دي موجبه وهنا الاكسبوننشال ده ايه؟ ثابت. واحنا عارفين طبعا انا كان عندي اكسبوننشال موجب الاكسبوننشال مرفوع على نفس الزاويه بس ثابت هيساوي ايه؟ 2 كوساين. لو كان الفرق بينهم هنا جيم تبقى ايه؟ فممكن اخد لو خدت المودلس جاما دوت مشترك هيبقى لي هنا ايه؟ 2 كوزاين الزاويه، يبقى 2 كوزاين اللي هي 2 في 1 زد زائد فاي ايه؟ جاما. دي هي قيمه الاي مودلس تربيع. لو جبت على الاي مودلس بس شده التربيع يبقى اخد الليزر تربيع. فهيطلع لو خدت الليزر تربيع ده كله طبعا بصوا على القيمه اللي تحت الجذر ده اللي تحت الجذر. انا قلت لكم دلوقتي ان انا عندي الامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد طبيعي ان هو طالما في تذبذب او في اوسيليشن ان القيمه بتختلف. ايه اللي هيخلي هنا القيمه تختلف؟ طبعا انا طبعا قيمه الجاما ثابته. ليها علاقه بين الاي ريفلكتد والاي انستنت قيمه ثابته. ايه اللي هيخلي العلاقه دي تختلف؟ قيمه مين؟ انا عارفه ان الكوزين بتاعها بتروح قيمتها من كام لكام؟ من 1 لناقص 1 صح كده؟ مش الكوزين كده يا جماعه؟ امسح المقطوع السبوره ده عشان ده ليه علاقه وطيده جدا بالجاما اسمه ستاندنج ويف ايشو. ايه بقى الفولتج ستاندنج ويف ايشو دوت؟ وده هتشوفه كتير قوي على كده. فولتج ستاندنج ويف ايشو، الفولتج ستاندنج ويف ايشو ده هو حاجه كده بنستدل بيها على الماتشنج والريفليكشن. ده بيساوي 1 يساوي الاي ماكسيموم على الاي مينيموم. يعني هتساوي 1 زائد مودلس جاما على 1 ناقص ايه؟ مودلس. ده مش مهم جدا طبعا طالما كلمه يشو يعني ايه؟ ملوش وحده. فالبرج ساندي بيب يشو احيانا بيسموها بيكتبوها كده برج ساندي بيب يشو بي اس دبليو او احيانا ايه على طول الاس. اختصارا ليه يعني؟ بيساوي 1 زائد مودلس جاما على 1 ناقص مودلس جاما. قيمه بتكون على طول موجبه مش سالبه خالص وقيمه بتكون لازم ريال ريال وموجبه تمام؟ لو انا كان عندي هنا تفتكر قيمتها تكون بتتراوح من كام لكام بقى؟ انا عندي كده بتتراوح قيمتها كمودلس من كام لكام؟ من 0 ل 1. فلو عوضت بالزيرو هنا يبقى اقل قيمه ليها كام؟ الاس 1. واكبر قيمه ليها كام بقى لو عوضت ان هو ب 1؟ ما لا نهايه. يعني طبعا لو عوضت انا ب 1 1 ناقص 1 يبقى انا كده بقسم على 0 يبقى ما لا نهايه. يبقى قيمه الاس بتتراوح من 1 لايه؟ لما لا نهايه. طبعا ممكن اجيب الجاما من الاس بالعكس. الجاما تساوي اس ناقص 1 على اس زائد ايه؟ عشان ما نتلخبطش من الناقص فوق ومن الزائد تحت. الاس لازم تكون على طول موجبه واكبر من الواحد، لازم يكون الموجب هو اللي فوق والسالب هو اللي ايه؟ تحت. لكن الجاما لازم تكون قيمتها اقل من الواحد، لازم يكون الناقص هو اللي فوق والزائد هو اللي ايه؟ اللي تحت، عشان ما تتلخبطوش يعني.
ده شكل اللي هو الستاندنج ويل. بيبقى ايه اللي بيحصل بقى؟ دلوقتي افترض ان انا عندي كان عندي راس الكتف متقطع، ويحصل ايه؟ توتال ريفليكشن، كله هيبقى صح كده؟ نتيجه ان كله هيبقى فهيتداخلوا الموجودين مع بعض. لما هيتداخلوا مع بعض في قيم اثناء تدخلهم مع بعض هيبقى مجموع الاثنين يديني زيرو. دي بنسميها ايه؟ بنسميها نودز. وفي قيم لما هيجمعوا مع بعض هيكونوا الاثنين مع بعض ماكسيمم، يديني ماكسيمم فوق ستار الموجه او ماكسيمم تحت الايه؟ بسميها الانتي نود. وطبعا بقى في قيم بينيه ايه في النص. هوريكم كده فيديو حلو قوي علشان ايه. طيب انا هشرح لكم الكلام ده كله، بس انا حابه افوقكم بس الفيديو الاول ده. طبعا يا جماعه شكل ال هفوقكم الفيديو بعدين هشرح لكم الحاجه الثانيه وارجع لها ثاني، عشان بس انا عايزاكم تشوفوا الفيديو الاول. دلوقتي يا جماعه هو طبعا ده سيميليتور، فهو المفروض ان هو يعمل فيه زي موجه كده ماشي، دي اللي هي بتعبر عن ايه؟ بدا ينشئ هنا موجه زي ما انتم شايفين تمام. طبعا قطعه متزلزله طبعا قيمه عاليه، يعني عايده بعديه بتنتشر بتتحرك، هي تزلزل وحركه في نفس الوقت. والمفروض ان هو في ده حط ده وقت الانترفيس كلها هترجع من عليه. فبصوا كده ايه اللي هيحصل اول ما هتوصل لايه؟ للانترفيس دوت. هنا هو عمل هنا شو موشن على سلو موشن علشان ايه؟ يبطئ الحركه عشان تتخيلوها كويس، هو اللي بطئ الحركه. بصوا قبل اول ان هو هيبدا يحصل ايه؟ هيبدا ان في جزء من الموجه ترجع او كلها كمان تقريبا رجعت. انا مش جايب ان في حاجه كملت الناحيه الثانيه فكله يرجع. لما بدا كله يرجع ايه اللي يحصل؟ بدا تتكون بقى عندي الموجه الراجعه ديت، وهيبدا بقى بعد كده طبعا يجمعهم مع بعض. The fixed boundaries the wave reflects. بصوا دلوقتي بقى في عندي موجتين بيتحركوا، ركزوا، في عندي موجتين بيتحركوا اللي هي الزرقاء والحمراء، ممكن من عندكم طبعا ما تشوفوش الالوان، وفي السوداء بقى اللي هي الكبيره خالص اللي هي مجموعتهم لما جمعهم الاثنين مع بعض. الزرقاء والحمراء بيتحركوا وبيمشوا، لكن ايه اللي بيحصل للسوداء؟ كانها بصوا بتتقلب كده في مكاننا، بس واقفه في مكانها شايفينها؟ دي السوداء بتاع الاول ديت، بصوا كده هي بتتحرك بس كانها في مكاننا لفوق وتحت، بس لفوق وتحت بس. لكن الاثنين التانيين لا، في حركه بيمشوا، الاثنين التانيين بيتحركوا، لكن مجموعهم ايه؟ مجموعهم بقى ستاندنج ويف. تخيلتوها يا جماعه؟ طيب بعد ما نشوف بقى الستاندنج ويف نرجع بقى للسلايد اللي قبليه، معلش انا بس كنت حابه بس افهمكم ايه الشكل الاول. طبعا زي ما قلت لكم طبعا لما بيتجمعوا مع بعض في اماكن بيبقى فيها نوت، في اماكن بيبقى فيها انت نوت. الفرق بين النوت والانت نوت هي بينهم بعض، يعني هي تقريبا كام؟ لامدا على الاثنين. بشكل عام بقى، بشكل عام لما يكون في عندي ويف زي ما قلت لكم سقط على اي انترفيس وفي عندي هي عليها جزء او كلها ترجع، فانا عندي بقى ثلاث حالات. اول حاله طبعا ان انا يكون عندي اساسا ما فيش اي ريفليكشن خالص، مفيش حاجه ترجع، وبالتالي هي ويف ترافلنج عاديه خالص ماشيه في طريقها. علشان الكلام ده يحصل يبقى لازم يكون في ايه؟ يبقى فيش ريفليكشن صح كده؟ يبقى انا مش عندي اي حاجه هتبقى ريفليكت خالص، هي كلها ماشيه في طريقها نو ريفليكشن خالص، وبالتالي مودرس جوا هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو. طالما مودرس جوا هيساوي زيرو، اس اس هتساوي كام؟ ده اللي هي المينيمم فاليو بتاعت الجاما، والمينيمم فاليو بتاعت مين؟ بتاعت الاس، اللي هي القيمه اللي ما بيحصلش عندها اي ريفليكشن خالص. وطالما ما حصلش ريفليكشن بسميها ايه الحاله دي؟ بسميها نو ريفليكشن، او بسميها الماتشنج كيس. قلت لكم قبل كده كلمه الماتشنج ديت معناها ان انا ما بيحصلش عندي ريفليكشن خالص، فالويف كلها بتكمل في طريقها عادي. ورد بقى عليها ايه؟ بيو ترافلينج ويف، هي ماشيه عادي خالص، مفيش اي حاجه ايه؟ او مفيش اي جزء منها بيرجع. بيو ترافلينج ويف. الكيس التانية عندي بقى لا، ده الجاما بتساوي واحد، أقصى قيمة للجاما، يبقى دي حالة إيه؟ توتال ريفليكشن. وبالتالي الإس هتساوي إيه؟ ما لا نهاية.
طالما حصل حاجه زي كده زي اللي لسه كنت موريكم في الفيديو ايه اللي هيحصل، يبقى انا عن طبعا حاله توتال ريفليكشن او مود ترانسميشن، مش حاجه واحد في الوسط الثاني، وبالتالي بسميها ايه بيور ستاندنج ويف. يبقى الويف كلها اللي عندي الناس دي كلها ستاندنج. احيانا بقى بيحصل ميكس بين الاثنين. ازاي؟ مش كل الويف هي اللي رجعت، ده في جزء منها كمل وفي جزء منها رجع. نتيجه الجزء اللي رجع ده هيتداخل مع جزء من الموجه، وبالتالي في جزء هيكمل ترافلنج عادي وفي جزء ايه هيتحول لستاندنج ويف. طبعا الكلام ده بقى لما يكون عندي قيمه الجاما تتراوح قيمتها من 0 للواحد، يعني اكبر من 0 واقل من الواحد، وبالتالي الاس برضه اكبر من الواحد واقل من ايه من المال النهائي. في الحاله بسميها ايه؟ بسميها ميكسد. ميكسد دي يعني هي داخل فيها ترافلنج مع ايه مع ستاندنج. الشكل بتاع الثلاثه عشان تميزهم عن بعض، طبعا ده شكل الترافلنج ويبقى عادي ماشيه في طريقها عادي جدا، تمام. الشكل الستاندنج اللي قلت لكم في الاخر بتبقى ايه بتتكون من نودز وانتي نودز. الشكل بتاع الميكسد بقى بيبقى شكلها عامل كده، الاثنين متداخلين مع بعض، تمام. فده الشكل العام للايه الثلاث انواع اللي عندي. طيب ايه اللي يخلي الويف او مش او ممكن نسال السؤال بالعكس؟ ذكرت لكم في الاول خالص ان عشان الويف تكون تقدر ان هي تنتشر وما توقفش في مكانها، يبقى لازم مش حكايه بس ان يبقى عندي الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد اللي هو الاوسيليشن نفسه او اللي هو الاضطراب نفسه اللي حصل في الوسط اللي هو سبب الكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، لا ده لازم يكون في بروباجيشن. البروباجيشن ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب ان انا عندي بيحصل تغير في المسافه والزمن في نفس الوقت. تغير في مسافه وزمن يبقى فيه حركه. صح كده؟ طب تفتكروا بقى ايه اللي بيحصل في الستاندنج ويف علشان كده ما بيبقاش فيه حركه؟ فنحب نشوف شكل الالكتريك فيلد ايه اللي بيحصل له بحيث ان انا عندي منع الحركه ديت. لو انا جبت العلاقه بتاعت الالكتريك فيلد في الوسط الاولاني اللي هي مجموع الانسيدنت والريفلكتد زي ما كنا جايبينهم من شويه، وحاولت ان انا ابسط كده شكل العلاقات بينهم واجمعهم بطريقه معينه. يعني انا مثلا على سبيل المثال اخذت ده مشترك بينهم بابا، وهناخد فاي جمع الاثنين نص زاويه الجمع بابا، فهيبقى لي هنا اي اس ناقص جي كي واحد زد. طبعا في دي بس الاشاره سالت لان ما كانتش موجوده هنا، وهنا هيبقى نفس الكلام بس اخذت نص زاويه الجاما. هنبدا يعني هنحطها في نسق معين كده، مثلا ضفت مثلا التيب ده وهطرحه في نفس الوقت يبقى كاني ما عملتش حاجه لغايه. بصوا بس انا هبسط لكم بس الحاجه، طبعا هو الاثبات ده مش معاكم يعني، عشان بس ايه عايزين نعرف في الاخر ايه شكل الالكتريك فيلد اللي نتج عنه الكلام ده، كان شكله عامل ازاي. يعني هنلاقي في الاخر ان ده شكل الالكتريك فيلد النهائي اللي احنا وصلنا له. وطبعا علشان نشوف طبعا علاقته الزمن والمسافه كان العلاقه بينهم شكلها عامل ازاي، فطبعا مش هنشوف الكلام ده اللي في التايم فورم، فحولناها للتايم فورم. لما حولنا الشكل ده للتايم فورم لقينا ان عندي الالكتريك فيلد اللي هو الستاندنج بقى دوت، او اللي هو الجزء فيه كان فيه جزء ويف راجع على الجزء اللي رايح، عباره عن محصله مجموعه تيرم وتيرم. التيرم ده عباره عن ايه؟ طبعا هنضربها طبعا في الاول كله في اللي هو اتجاه الالكتريك فيلد والامبليتيود بتاع الالكتريك فيلد. هنا التيرم التاني ده هنبدا فيه واحد زائد مودة بس واحد ناقص مودة بس نمرة تقييما هتتضرب في الامبليتيود، مفيش مشاكل. وزي الاوميجا تي ناقص فيزا بالشكل اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده، صح؟ ده شكل الالكتريك فيلد اللي كنا بنشوفه في التايم فورم اللي هو كان اي اس تايم جي كزد في الفيزو، لما بنحوله لتايم بضرب في اي اس جي اوميجا تي وبناخد الريال بار بيديني في الاخر كوزاين او ساين، وجوه زاويه الكوزاين او ساين بيحصل تغير في الزمن مع المسافه، زمن اهو ومسافه اهو. فدي الفانكشن دي اللي هي حصل جوه الكوزاين تغير في الزمن مع المسافه، ده عادي دي ترافلنج ويف. فالتيمة ده كده ما عندناش فيه مشكله خالص. ليه بقى نحلل التيمة الاولاني؟ تاني اقول ان انا عندي اول حاجه خالص فيه قيمه 2 مودة لاس جاما، تمام مفيش مشكله، ده مضروب في ده فده تبع الامبليتيود. في بقى في دالتين للكوزاين مش داله واحده، دالتين للكوزاين. اول داله فيها هنا ايه؟ فيها هنا زد ومجموعه عليها زاويه بتاعت الجاما، يبقى الكوزاين بيتغير مع مين؟ مع مسافه فقط. طب هل فيها هنا زمن؟ لا. طب والكوزاين الثاني؟ زمن فقط وما فيهوش ايه؟ اصبح دي فانكشن في زد بس، دي فانكشن في التايم بس، الاثنين مش مع بعض جوه ايه؟ جوه مع بعض كزاويه واحده جوه الكوزاين. علشان كده ده الشكل بتاع الستاندنج ويف. يبقى في الاخر الالكتريك فيلد المحصله في الاخر كان جزء ستاندنج وجزء ترافلنج. الترافلنج اللي هو الشكل اللي احنا عارفينه اللي هو بيحصل جوه زاويه الكوزاين في تغير في الزد مع التي مع بعض، لكن الستاندنج لا اما بيكون في تغير في الزد فقط او تغير في ايه؟ في التي فقط. طب لو حبينا نرجع الاصل الموضوع ده الاصل ونعمل ايه؟ لو انا جيت خدت العلاقه اللي انا وصلت لها دي وقلت هفترض ان انا ما عنديش اي ريفليكشن خالص، يبقى هنعوض بجمع بكام؟ بزيرو. لو عوضت بجمع بتساوي زيرو
هنا طبعا الاجابه لما اعرض بيها بتساوي 0 اكتب ده كله هيحصل له ايه؟ هيكون. وهنا لما اعرض بيها بتساوي 0 دي بقت بألف في الاخر دي انسان وزي الامر كتير اصلا كذب اللي هي الاصليه اللي عندي. تمام؟ طب نفترض ان انا عندي عوضت بالجمع بتساوي 1 يبقى ايه اللي هيحصل؟ عوضت بالجمع بتساوي 1 اللي هي توتال ريفليكشن يبقى انا ما عنديش ترابلنج جزء ترابلنج كله واقف مش موجود خالص. وهنا هيتبقى لي جزء ايه؟ يبقى اصبحت بيور ستاندنج. يبقى اللي احنا وصلنا لها دي بتاكد الكلام اللي كان لسه من شويه. لو انا عوضت على النمره بتساوي 0 يبقى انا مش هيبقى عندي ستاندنج خالص يبقى عندي بيور ترابلنج. لو عوضت على النمره بتساوي 1 اللي هي توتال ريفليكشن يبقى انا عندي الهوا مفيش ترابلنج خالص يبقى اصبحت ايه؟ بيور ستاندنج. لو الجمع عندي قدر تروح بقى من اي قيم من الزيرو للواحد فهتلاقي لازم يبقى فيه جزء ستاندنج وجزء ايه؟ جزء ترافلنج. طب الكلام ده بقى بنسال فيه ازاي في الامتحان او بيجي لكم ازاي في الشيت؟ باجي كده في سؤال احط لكم اشكال مختلفه للالكتريك فيلد وطبعا بطلب طبعا طلبات كتيره طبعا بالاضافه لقيمه مين؟ الستاندنج ويفيش وزي ما بسالك هات البولايزيشن اللي احنا كنا شفناه قبل كده مثلا الافيش باور دنسيتي مثلا يعني الويف تايب الويف تايب طبعا الويف تايب ده هتحدد في الاول هي ترافلنج ولا ستاندنج ولا ميكس نوعها ايه؟ نعمل ايه؟ يعني مثلا قبل ما اطلع لكم الحل الشكل ده تفتكروا دوت ده نوع ايه؟ ترافلنج ولا ستاندنج ولا ميكس؟ كل واحد يقول رايه عادي. ده ستاندنج حد له راي تاني؟ طب هو عشان يحصل اساسا الستاندنج لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في رايحه وفي راجع عليه صح كده؟ الويف دي بتنتشر في اتجاه ايه؟ اتجاه انتشارها. هل في حاجه راجعه عليها في اتجاه ناقص الزد؟ كلها في اتجاه مين؟ يبقى دي نوعها ايه؟ يبقى انتوا اللي هتقولوا يبقى نوعها ايه؟ طب ودي؟ لا انا شايف هنا ان اكسبوننشال واحد في اتجاه الزد واحد في اتجاه ايه؟ طب هل الاثنين قد بعض؟ نفس الامبليتيود يبقى دي ايه؟ طب طب لا هسيب دي دلوقتي شويه دي زد وفي نقط زد والاثنين قد بعض يبقى لما يدخلوا مع بعض هيخلوها كلها ايه؟ كلها ستاندنج لكن دي طالما الامبليتيود مش قد بعض يبقى يبقى فيها جزء ستاندنج وجزء ايه؟ وجزء ترافلنج تمام كده اهوت؟ وبالنسبه بقى البولايزيشن بقى نشوف كده فاكيل ولا مش فاكيل. ها البولايزيشن هنا ايه؟ الليبتيكال. وهنا الليبتيكال هنا ليه مش يا جماعه هنا شيء خالص مش اي زاويه هنا الاثنين مع بعض انفيز. وهنا لا تعمل واي بس الدنيا دي وده صريحه جدا يعني لينيا هي اتجاه واي فقط تمام. طبعا ده الحل بتاعها اول حاجه زي ما قلت كده بالظبط تبقى ترافلنج طبعا النوع هيبقى اليبتيكال وطبعا ليفت هاند اليبتيكال بولايزيشن. طالما طبعا ترافلنج يبقى على طول اس بتساوي كام؟ 1. وطبعا ممكن من قانون الباور نطلع على طول قيمه ايه؟ قيمه الباور. هنا نفس القصه هتبقى طبعا ميكسد عشان الاثنين مش قد بعض لينيا بولايزيشن. طبعا هنا في الحاجة نطلع بقى قيمة البوش ستاندنج ويفيشن ازاي؟ يبقى لازم اطلع قيمة الجاما. طب والجاما كانت بتساوي ايه؟ الجاما كانت بتساوي الاي ريفليكتد على الاي انسنت. طب فين الاي ريفليكتد فين الاي انسنت؟ دي اللي كانت ماشية في اتجاه الزد هي دي الانسنت. الامبليتيود بتاعها كام؟ 5. طب واللي راجع عليها؟ 2. يبقى الجاما بتساوي كام؟ الاي ريفليكتد على الاي انسنت. طبعا لحد دلوقتي ما في هنا المفروض ده زد صح كده؟ وبجيب الامبليتيود ما هي دي مضروبة هنا ومضروبة هنا. ممكن نضيعهم مع بعض يعني. هتساوي ايه في الاخر؟ هتساوي 0. طبعا بقى لما يجي نحسب الباور لو تفتكروا الباور لو نفتكر كان القانون الاصلي نص بيقلب اي كوس اتش كونجكت تمام.
فلما كنا لو احنا حبينا نجيبها مش من القانون النهائي يعني حبينا نجيبها من الاول او لو عايزين نجيبها من القانون النهائي الكي هنا دي خلي بالكم انتوا مش شايفين الحته اللي تحت مش كده انا ممكن اطلعها فوق شويه هو ايه طيب الكينه طبعا يا جماعه خلي بالكم لما نيجي نعوض بيها في حاله لما يكون عندي ستاندنج او ميكسد فهيبقى فيها عندي هنا جزء في اتجاه الزد وفي جزء في اتجاه ناقص الزد هو التعويض دوت في الاخر يطلع لنا القيم دي لما نيجي نعوض طبعا في التايمنج خلاص كلها في اتجاه الزد لكن القيمه بتاعت الكي دي هي تخليها في الاخر هنا هنجمع 2 باور وهنا برضه هنجمع 2 باور في اتجاه الزد وفي اتجاه ايه ناقص الزد. طيب اخر جزء هنشوفه النهارده في المحاضره عشان احنا كده خلصنا الجزء ده خالص. دلوقتي نفترض ان انا عندي مثلا يعني حاطه مثلا جهاز تمام والمفروض ان الجهاز ده انا مش عايزه لما اجي اقيس مش عايزه اي باور تطلع بره الجهاز ده خالص يعني مثلا عايزه احط جوه شيلدنج معين. طب الشيلدنج ده بقى لو انا جيت اشوف الويف اللي طالعه منه هتعامل معاه ازاي؟ هقول ان الويف دوت الجهاز ده كان فيه حواليه هواء صح؟ وايه اللي عملت له انا مثلا حطه مثلا في جوه مثلا علبه ازاز او بلاستيك او اي ماتيريال مثلا عملت له شيلدنج كده وطبعا بعد كده الويف طبعا اللي يعني هتنتج منه في الاخر خالص لو في ويف استها بره الشيلدنج ده هيبقى انا كده مريت بكام طبقه؟ الهواء اللي حواليه والسيكنس بتاع الشيلدنج صح كده وطبعا الهواء الثاني يبقى انا كده هشوف الترانسميتد منه بابا خالص يبقى انا كده كام طبقه مريت بيها؟ 3 طبقات تمام كده؟ ممكن الاقي الفكره دي في افكار كتيره جدا زي ما قلت لكم شويه انا عايز مثلا الغرفه دي مثلا اعمل لها مثلا بطانه معينه او ادي لها بطلاء معين كوتنج معين بحيث ان انا عندي تضمن لي ان مفيش حاجه تطلع براها فهعمل ايه؟ يبقى انا عندي ده الوسط بتاعي وطبعا الكوتنج اللي انا هعمله ده كده وسط وعايزه بقى اقيس الويف اللي طلعت براها علشان اشوف هل فعلا في حاجه طلعت ولا لا يبقى انا كده مريت بكام وسط؟ ففكرة ان انا يكون عندي وسط وعلشان اي تطبيق معين هيجي ان هو فجأة احطها نفترض مثلا دائرة مثلا شكل دائرة عشان اقيس في الاخر الوسط في الاخر الوسط الثالث يبقى انا كده اصلا عندي كام ميديا؟ 3 ميديا تمام؟ طبعا هي طبقات ال 3 ميديا طبعا كتيرة جدا وفي طبعا في البسيط منها قوي وفي الكومبليكيتد قوي فاحنا طبعا هناخد اسهل حالة طبعا يعني احنا اساتذتنا طبعا اللي درسونا يعني ربنا يديهم الصحه كانوا بيدونا حاله الاوبليك انستنس حاله السي ميديا طبعا متخيلين عشان نعمل اساسا الاثبات بتاع الاوبليك في حاله الباور بيرپنديكولار طبعا 3 اوساط ونطبق الباوندي كونديشن ففعلا والله كانوا فعلا بنقعد نكتبها على ورقه بالعرض كده عشان بس المعادلات بس تكفي يعني ف يعني تبسيطا للموضوع انا هقول لكم الفكره الاساسيه اللي احنا ممكن نطبقها سواء في حاله النوم او في حاله ايه الاوبليك هي الفكره الاساسيه زي ما قلت لكم هيكون عندي هو اللي هو الشعاع الساقط بتاعي اللي هو اكزيت بتساوي زيرو هيجي طبعا ان هو في جزء هيكمل وفي جزء ايه؟ هيرجع تمام؟ فالجزء اللي هيرجع منه ان هو الجزء اللي هيكمل هيجي على الانترفيس الثاني بقى اللي هو بين الثاني والثالث نفترض ان مثلا كان عندي الستكنس ده كان عرضه دي فده لو اكزيت بتساوي زيرو ده اكزيت بتساوي ايه؟ دي في جزء اللي هو هيكمل ده بقى النهائي اللي كمل في مصيده في الثالث وفي جزء برضه منه ايه؟ هيرجع طبعا الجزء اللي راجع هنا على الجزء اللي كان راجع من النظر ده في الاخر كله بيتجمع اللي هو بيعمل ايه؟ الايميل فيلتر يبقى الايميل فيلتر ده اللي هو النهائي نتيجه الريفليكشن من على وسط بين واحد واثنين وبين اثنين وثلاثه والترانسميت اللي هو في الاخر ايه؟ المحصله في الاخر اللي هو انتقل للوسط رقم ثلاثه وطبعا الانسدنت اللي هو ايه؟ الاصل طبعا انا بقى لو انا عايز اجيب الترانسميت قد ايه؟ والريفليكت قد ايه؟ فانا لازم هموت طبعا بمراحل مختلفه ايه مراحل مختلفه؟ ان انا لازم طبعا احلل الفيلتر هنا كويس وهحلل هنا كويس ومن هنا طبعا نفس القصه وهطبق البوينت كونديشن بتاعي على الانفوكس الاولاني اللي بتساوي زيرو وبقى زد بتساوي دي نفس الخطوات اللي كنا بنعملها قبل كده لغايه ما بوصل في الاخر لعلاقه الجاما وعلاقه ايه؟ التي. فاختصار سريع كده ليها يبقى نجيب عندي اول حاجه طبعا الفيز نفسه طبعا اللي هو فعلا اكسبوننشال اللي هي الكي اي دوت الار كي واحد زد الكي اي دوت الار هتبقى ناقص كي واحد زد عكس الاتجاه طبعا بقى اللي في النص اللي هو في الدايلكتريك سلاب اللي انا سميته A و B طبعا انا هستخدم هنا الكي بتاعت رقم 2 في اتجاه الزد البي اللي هو الراجع هتبقى ناقص كي 2 في اتجاه الزد الترانسميتد اللي هو في الوسط رقم 3
طبعا انا ما بتعملش هنا بالذات لان انا مش بدرس عندي الانترفيس ده بدرس هنا. طبعا هعوض مش بالذات، هعوض بايه؟ بزد ناقص الدي. هناخد بعد كده الحاجات دي وهكتب بقى معادلات الالكتريك فيلد انسنت والماجنتيك فيلد هحسبه منها، الاي ريفلكتد والاتش ريفلكتد، الاي اي اللي هي جوه ده الكتريك سلاب، والاتش اي اتش الاي بي والاتش بي، وطبعا الترانسميتد نفس القصه بالظبط. دي غلطه هصلحها لكم معلش، دي اتش ترانسميتد يا جماعه في الاخر دي وانا هصلحها لكم تمام. وهنطبق الباوندي كونديشن. لما اجي اطبق الباوندي كونديشن هطبقها اول حاجه فين؟ هتساوي 0 هقول الاي تانجنت هنا بتساوي اي تانجنت هنا، والاتش تانجنت هنا بتساوي اتش تانجنت هنا، هو عباره عن نفس القصه بس فين؟ هتساوي دي هقول الالكتريك فيلد الميديال اثنين بتساوي الاي تانجنت بتساوي الالكتريك فيلد في رقم 3 اي تانجنت، والاتش تانجنت هنا فين؟ بتساوي اتش تانجنت 3. لغايه ما في الاخر هنجمع العلاقات دي كلها وهنطلع منها علاقه الجاما وعلاقه ايه؟ اتي تمام كده. طيب طبعا احنا شايفين ايه يعني، نبدا بقى نفصل ايه الحاجات اللي موجوده بس في المعادله علشان طبعا الدنيا ايه اتعقدت شويه. اول حاجه بيقول ان الجاما بتساوي جاما 1 2 زائد جاما 2 3 يساوي سالب جي 2 تي سي. مين دول؟ جاما 1 2 يا جماعه هي الريفليكشن كوفيشنت ما بين 1 و2، يبقى تفتكروا هتساوي ايه؟ هتساوي زد 2 زد 1 زد 2 زي زد 1، مش احنا كنا سايبينها من شويه تمام. طيب والجاما 2 3 الريفليكشن كوفيشنت ما بين 2 و3 يبقى هتساوي ايه؟ زد 3 ناقص زد 2 على زد 3 زي زد 2. انا اقولها كان عندي نون ماجنتيك ماتيريال هشتغل بايه؟ بريفراكتيف اندكس على طول تمام كده. طيب مين الكي 2؟ الكي 2 طبعا هي اللي هي الويف نمبر بتاع وسط رقم 2، والدي اللي هو ايه؟ الدايلكتريك ستاب ده قلنا ليه ثيكنس او ليه عرض، اللي هي زي ما شبهته لكم كده الشيلدنج او الحيطه او الطراء اللي انا حطيته بقى ليه ثيكنس معين. الثيكنس ده انا سميته ايه؟ سميته دي دوت اللي هو ثيكنس اوف ذا الكتريك. ناخد بالنا من حاجه، طبعا هي طبعا عندها علاقه بين وعلاقه التي، طبعا المقام بتاعهم هو نفسه بالظبط، البسط هو اللي بيختلف، وهي العلاقه دي مش هتحفظوها هتجي لكم ضمن القوانين يعني عشان بس ما تخضوش من شكلها يعني. لو انا كان عندي وسط رقم واحد هو نفس وسط رقم ثلاثة زي ما شبهتكم كده في الشيلدنج، او في لو انا كنت بعمل مثلا هو الطلاء ممكن يكون مختلف، ممكن يكون بابا مثلا مش لازم يكون زي ما هو، بس الشيلدنج مثلا فانا جوه هواء وبابا هواء، يبقى ايه اللي هيحصل لو جيت عوضت بالقوانين ديت؟ يبقى هنا ال n واحد هو نفس مين؟ ال n ثلاثة. فلو عوضت بقيمه الجاما هنا وجاما هنا، لان انا عندي جاما واحد اثنين بتساوي ايه؟ نفس القيمه بالظبط، بس دي بتساوي ناقص دي. لو انا جبت لنا مساله ما نقعدش نحسب من اول وجديد، الحاجات دي كلها وقت مهدر. طالما عندي وسط رقم واحد ووسط رقم ثلاثه بالظبط، يبقى على طول هطلع واحده منهم والثانيه بتساوي ايه؟ ناقص القيمه. ماشي؟ من اشهر التطبيقات حاجه اسمها الانتي ريفليكشن كوتنج. ايه الانتي ريفليكشن كوتنج؟ لو انا كان عندي فيه ريفليكشن بيحصل، اذا ما كنت كده عندي مثلا جهاز مثلا، والجهاز ده انا حاطاه جوه شيلدنج عشان احميه، بس في نفس الوقت لما انا مثلا باجي اعمل اي عمليه قياس لو اي في اي ويف مثلا طلع منه بيجي على الثاني عليه ممكن تحرقه، فانا عايز الويف اللي ترجع عليه او الويف اللي تطلع منه كلها ترانسميتد، مش عايزه حاجه ترجع خالص. وانا هنحطه في شيلدنج معين، الشيلدنج ده انا ممكن اتحكم في الماتيريال بتاعته بحيث تضمن لي ان كله يعدي بابا ومفيش حاجه ترجع ايه؟ ترجع عليه. طب الذاكرات بقى ازاي؟ التحكم هنا ان انا بحط هنا كوتنج معين او اللي هي الماتيريال اللي انا هستخدمها، يكون الثيكنس بتاعها من لمده على 2 اعشر لمده على 4 اثنين حتى كوارتر ويف لينس لير. يعني الكوتنج ده اسمه او الماتيريال دي اسمها كوارتر ويف لينس لير. ليه كوارتر ويف لينس؟ عشان الثيكنس بتاعها عرضها نفسه بيكون لمده على 4. طبعا لمده على 4 في مين؟ من قيمه الفريكونسي. يعني طبعا في طبعا قيمه الفريكونسي بتاعت الويف بجيب منها اللمده، بس انا اللمده في الوسط دوت اللي هو اللي انا حاطاه واقسمه على 4، فانا المفروض ده بتاع الريال ديت. دي اول حاجه تمام. وبالتالي انا ضمنت ان انا عندي المسافه اللي انا جايباها ديت الثيكنس بتاعها لمدة 2 على 4 هيكون قيمه الريفراكتيف اندكس ليها هتساوي الجزء التربيعي ل ان 1 في ان 3. انا كده عملت ايه؟ لما يكون عندي نمط ان 1 وعندي ان 3 وخليت النمط عندي الوصف اللي انا حطيته ان بتاعه بتساوي جزء ان 1 في ان 3، فانا كاني
يعني عملت ماتشنج ما بين الاثنين. فطالما عملت ماتشنج بين واحد وثلاثة يبقى انا كده ضمنت ايه اللي هيحصل؟ نو ريفليكشن. قلت لكم كلمه ماتشنج معناها نو ريفليكشن، يبقى معنى كده اللي هيحصل ايه؟ كله توتال ترانسميشن لايه؟ للوسط الثالث، مفيش حاجه هتوجع خالص. يبقى علشان اعمل التطبيق ده اللي هو قلت ريفليكشن كوتنج، فانا هستخدم كوتنج معين او طلاق معين او ماده معينه. الماتيريال ديت هيكون لها سيكنس بتاعها لامدا على 4، وقيمه الريفراكتيف اندكس للماتيريال اللي انا هحطها تكون بتساوي الجزء التربيعي لان 1 في ان 3. انا كده ضمنت ان ما عنديش ريفليكشن خالص، ان الجواب بكام؟ بزيرو. انا كده ضمنت ان الجواب عندي بزيرو. طيب نشوف اتنين اكزامبل. اول اكزامبل بيقول لي انا كان عندي كوارتر ويف ماتشنج كوتنج، ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، ديزاين تو اوبتين زيرو ريفليكشن. انا صممتها عشان احصل على ايه؟ زيرو ريفليكشن. الفريكوانسي بتاعتي 3 جيجا هرتز. ال وطبعا انه طبعا اذنهم طبعا احنا طبعا ما خدناش طبعا حاله الاوبليك خالص، طبعا في حاله الدايلكتريك سلاب، يعني احنا كل شهرين كلها نورمال انستنس. بيقول ان هي كانت انتقلت من الهواء فروم اير تمام كده اون اوف سبيس اوف دايلكتريك ويز ابسلون ار متسريع، يعني النص السبيس عندي كان فيه ايه والنص اللي كان ابسلون متسريع كان متسريع. هو عايز يعمل ماتشنج ما بين الوسطين دول، يعني عندي وسط وسط هواء وسط تاني في اكس مقابل تساوي 10. عندي وسط في كده ووسط في كده هوا واكس مقابل تساوي 10. لو انا عايز اعمل الويف اللي سقطت من هوا اضمن ان هي كلها تعدي ومش حاجه توجع خالص، ده امنعها. فبعمل ايه؟ بستخدم طبقه ثالثه هنا احطها في النص. الطبقه الثالثه دي وظيفتها ان هي تعمل ماتش ما بين هنا ومن من واحد لثلاثه. هما في الاول الوسطين واحد اثنين، لما حطيت منهم طبقه ثالثه فاصبح ده رقم واحد وده رقم اثنين وده رقم ايه؟ ثلاثه. ايه خصائص بقى الوسط الثاني دوت اللي بتمنعني فعلا من الريفليكشن؟ قلنا اول حاجه ان لازم يكون العرض بتاعه او الثيكنس بتاعه يكون لامدا على 4. يبقى اول حاجه انا عندي نوت العرض ده بيساوي لامدا على 4، ده اول حاجه. وتاني حاجه ان الهند بتاعته تكون بتساوي ايه؟ جزء ده في ده، فده بيساوي كام؟ ده هوا. هو يعني كم بتساوي كام؟ واحد. طيب وهنا؟ جزء 10. صح كده؟ لان خلي بالكم جزء ابسلون جزء 10. هو طالب مني ان انا اعمل ايه؟ فايند ثيكنس اند الكتريك كونستنت اوف ذا كوتنج. الكوتنج اللي انا حطيته دوت عايز احسب الثيكنس بتاعه، الثيكنس ده اللي قلنا بيساوي كام؟ لامدا على 4. وعايز احسب الكتريك كونستنت. من الكتريك كونستنت؟ الابسلون ار تمام كده. الابسلون ار اسمها ريلاتيف بيرميتيفيتي، اسمها دايركتيف كونستانت، لكن الان اسمها ريفراكتيف اندكس. نميز المسميات. اول حاجه طبعا انا عارفه ان ان هتساوي ايه؟ جزء ان 1 في ان 3، دي اللي هي خاصه بالايه؟ بالكوتنج دوت. طبعا لو احنا عوضنا يعني هتساوي الابسلون ار بتاعتها هتساوي جزء ايه؟ جزء 10. طب الثيكنس انا هحسبه ازاي؟ الثيكنس الثيكنس انا عارفه ان هو بتساوي لامدا على 4، بس انهي لامدا؟ اللمضه بتاعت الوسط الثاني. طب هل هو اعطيني حاجات اقدر احسب منها اللمضه على اللمضه 2 ديت؟ اعطيني الفريكوانسي. طب انا محتاج اعرف الفريكوانسي ومين كمان؟ والابسلون ار بتاعتها. طب انا كنت خلاص حسبت الابسلون ار بتاعتها صح؟ انا عارفه ان هي لمضه 2 على 4، يعني لمضه موت على جزء الابسلون ار، وطبعا ال 4 طبعا ما ننساهاش، فهعوض قوه الابسلون ار اللي انا حسبتها. وطبعا اللمضه موت اللي هي بتساوي ايه؟ سي على اف، وهطلع في الاخر قيمه ايه؟ الثيكنس اوف ذا كوارتر ويف ترانسفورمر او اللي هو الكوتنج اللي احنا حاطينه، طلعت في الاخر 14 من 1000 متر. والابسلون ار بتساوي كام؟ قلنا جزء 10. يبقى دي احد تطبيقات ايه؟ الدايلكتريك سلاب. اخر مثال هنشوفه عشان احنا كده خلصنا الجزء دوت. هما المسألتين دول على فكرة موجودين عندكم في الشيت، بس معاهم مسألتين تانيين بقى مهندس احمد عبد الكريم ان شاء الله يحلها معاكم باذن الله. يعني بيقول لي يونيفورم بلين ويف في الهواء ان اير نورمال انستنت على لوسلس ذا الكتريك سلاب. شايفين يا جماعة من ال بلين ويف ماشي. بلين ويف
في جوجل ترانسفورم يعني ايه نسبة او جزء الانستنت باور اللي هيحصل لها ايه اللي هتعدي صح كده يعني عايز يعرف قد ايه من الباور الانستنت دي هتعدي ترانسميتد لايه للأذر سايد للناحية التانية بعد الإسلاب يبقى عايز نحسب في الآخر نسبة الباور اللي هتعدي من الباور إنسنت يعني لو عايزين نصيغ الكلام ده في الشكل الرياضي يبقى إيه نسبة الباور على باور إيه يعني أكيد الباور هتعدي الناحية التانية طبعا أول حاجة طبعا عشان طبعا نجيب الفولت ستاندينج وي بيش وزي ما قلت لكم من علاقة إيه الجامعة ركزوا معايا عشان بالحسابات الرياضيه انا عارفاكم شطار كلكم جدا في استخدام الكالكوليتر يعني فايه نركز مع بعض اول حاجه هنجيب الجمر طبعا دي المعادله بتاعتها من الحاجات المجهوله عندنا جمر 1 2 جمر 2 3 طبعا في اللي هو الفيز فوق دوت اللي هو الكي 2 في الدي فنبدا كل حاجه نجيبها ايه لوحدها هنطلع طبعا قيمه الجمر 1 2 زد 2 زد 1 زد 2 زد 1 طلع الحمد لله قيمه ريال اهيت احيانا طبعا تطلع ايه تطلع كومبلكس فالموضوع بايه زي تقوى تعقيد في الحسابات يعني عندي هنا هوا وهوا هقعد احلف في نفسي واقعد احسب جاما 2 3 خلاص انا حضرت جاما 1 2 يبقى جاما 2 3 هتساوي ايه ناقص القيمه الحاجات دي نصحصح ليها في الامتحان وايه ما نقعدش نضيع فيها وقت تمام نيجي بعد كده بقى الفيز اللي هو 2 كي 2 دي هيساوي ايه طبعا الكي 2 اللي هو برضه دي من الحاجات على فكره التريكات برضه ده احنا مش محتاجين ان احنا نحفظ قيم او نقصي نحسب قيم يعني الكي 2 2 باي على ما اقعدش بالكالكوليتر اقعد احسب 2 باي على اللمده واشوف اللمده هحسبها ازاي هو شاطين الفريكوانسي طب اطلعها قيمتها ازاي ابدا بقى الفلف كده واشوف طب الامبيدنس ينفع اطلع منها هو هنا عاطيني السيكنس لمده على 8 والاثنين اصلا في وسط التاني يبقى دي على طول بعديها ما اقعدش احسب دي لوحدها ودي لوحدها ولو في قيمه اقول لي ده القيمه هنا ناقصه مش عاطيني مش عاطيني الفريكوانسي احسبها ازاي هو انا عندي هنا الاثنين في بعض ودي لمده 2 ودي لمده 2 فعلى طول بيضيعوا مع بعض هيبقى الف في الاخر باي على الاثنين طب ايه وسط ناقص جي باي على الاثنين بكام
كوساين باي على الاثنين ناقص جي باي على الاثنين. طبعا كوساين باي على الاثنين بكام؟ بزيرو. هيتبقى لي اللي هي ناقص جي ساين باي على الاثنين، يعني ساين 90 بواحد، يعني ايه؟ ناقص الجي. يبقى الاكسبوننشال هو اللي جاب لي مين؟ جاب لي ناقص الجي، خلى لي في الاخر لما اجي اجمعهم مع بعض بقى فيها ايه؟ اصبحت كومبلكس، جزء ريال وجزء ايه؟ المجهول. يبقى لو عوضت بيها هعوض طبعا بقيمه جمع 1 2 اللي هي القيمه اللي احنا جبناها. طبعا القيمه دي المفروض تكون الموجب بتاعتي، بس اتضربت في ايه؟ في ناقص جي. طبعا تحت هتبقى 1 ناقص الجي طبعا في القيمتين. حاجه زي كده نحسبها ازاي؟ طبعا بطلع طبعا بحول القيمه دي اللي فوق ديت لقيمه وزاويه. تمام؟ دي بنحولها. بصوا سامحوني حتى لو في ناس لو حتى اغلبكم حتى تعرفوا هو الكلام ده مودي لو حد ما يعرفش الكلام ده. لما نيجي يا جماعه نقسم حاجتين كده زي بعض، يعني قيمه وزاويه، سوري القيمه كومبلكس على قيمه كومبلكس، نعمل ايه؟ دي نحولها لقيمه وزاويه. تمام؟ في حد ما بيعرفش يحول بالكالكوليتر معاه؟ بدي نحولها لقيمه وزاويه، هنا نفس القصه. طبعا هنضرب الاثنين دول في بعض يبقى 1 ناقص جي قيمه معينه، برضه نحولها لقيمه وزاويه، القيمتين بنعمل فيهم ايه؟ والزاويتين طبعا بنطرحهم مع بعض، فبيطلع في الاخر ده الشكل الايه؟ ده الشكل النهائي. طبعا احيانا الجمله نفسها تكون فيها زاويه. بقى ناخد بالنا قوي لو الجمعة نفسها فيها زاوية برضه في الحسابات. طلعنا خلاص قيمة الجمعة، نبدأ بعد كده طبعا بقى ايه نحسب الاس اللي هي 1 زائد مودرس جمعة على 1 ناقص مودرس جمعة. مودرس جمعة يعني انا ماليش دعوة بالزاوية دي خالص. باخد ايه؟ باخد القيمة فقط، ماليش دعوة بالزاوية، فباخد بس اللي هي 0.209 ودي اللي انا هتعامل بيها. وطبعا لازم برضه يكون ليا ايه؟ نظرة. لو واحد هو بيحسب طلعت نتيجة مثلا 1.5 يبقى انا في غلط. ما هو مودرس الجمعة ما ينفعش تكون في 1.5. لازم تكون اقل من الواحد، هي من زيرو لواحد. لو انا بحسب طلعت القيمه دي مثلا 5/10 غلط، الاس لازم تكون اكتر من الواحد، مفيش اس اقل من الواحد. فالحاجات دي برضه ايه تريكات كده صغيره ناخد بالنا منها. عايزين بعد كده اللي هو اخر طلب ان انا احسب نسبه الباور ترانسميتد من الباور الانسيدنت قد ايه؟ يبقى انا لازم احسب قيمه ايه؟ الباور ترانسميتد. ده طبعا الباور اللي احنا كنا اخدناه، صح كده؟ كان عباره عن مودرس الاي تربيع. بس هنا قال لي ايه بقى لو انا جبت ترانسميتد؟ يبقى ايه ترانسميتد؟ على 2 زد، انهي زد؟ لو انا بحسب الترانسميتد في الوسط اللي هو التالت، صح كده؟ الترانسميتد في الوسط التالت. طبعا في اس ناقص الالفا برضه الالفا هتساوي تكون 3 كوزين لو الديدنس ليها زاويه الكوزين الزاويه بتاعت الديدنس ونبدا نحسب الكلام. طبعا ايه ترانسميتد؟ المفروض لو انا جيت حسبتها اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي التي في الاي انسنت. تمام؟ بس انا نوت عندي الحمد لله كانت مساله كانت سهله. الالفا 1 بتساوي ايه؟ الالفا 3. فاصبح عندي هنا القيمه دي هي نفسها ايه؟ القيمه دي. والزد 1 بتساوي زد 3 فالقيمه دي هتساوي القيمه دي. فلو جيت قسمت الاثنين دول على بعض هيطلع لي بيساوي ايه؟ مش محتاجه بقى احسب الامبيدنس هنا والامبيدنس هنا لانه هيضيعوا كلهم ايه مع بعض. لكن لو كان عندي جماعه وسط رقم 1 مختلف عن وسط رقم 3 واحنا لازم نرجع نحسب الامبيدنس بتاعت وسط رقم 3 وامبيدنس وسط رقم 1 ونقسمهم بايه على بعض. فطبعا لما اجي اقسم بقى القيمه دي على القيمه دي ايه اللي هيحصل؟ الاكسبوننشال طبعا هيضيع بعضه والكوزاين والامبيدنس هتبقى لي بس الايه؟ الاي تي على الاي اي مدرسه تربيع اللي هي التي يعني. يبقى انا حسبت التي كده خلاص انا حسبت ايه؟ الفراكشن اللي هو عايزه. طبعا التي طبعا احنا ممكن نرجع للقانون نفسه او على طول 1 زائد جاما زي ما احنا عايزين ونطلع قيمتها. يبقى انا عندي طلعت القيمه دي يبقى انا عندي نسبه كام؟ نسبه الباور ترانسميتد من الباور انسنت هي 95.6. طيب في اي حاجه بقى اقول لنا في اللي انا شرحته النهارده مش مفهوم او عايزه تاني؟ زي ما اتفقنا الاسبوع الجاي كده ان شاء الله. ثواني هاخد بس الغياب بسرعه. الاسبوع الجاي هيبقى عندنا كويز وفي باشمهندس. عندك في يا جماعه حد ما امتحنش معايا الكويز الاولاني غير باشمهندس؟ في حد ما امتحنش الكويز الاولاني؟ طيب الاسبوع الجاي انا هعمل كويز على الاولاني وكويز على ايه اللي احنا اتفقنا عليه.